بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا ديمو بسيط عن الـ Universal RF Remote. طبعا ده في منه نوعين، في منه اللي بيشتغل على الفريكوينسي 433 أو اللي بيشتغل على الفريكوينسي اللي هو 315 ميجا هرتز. سعر الريموت ده زي ما احنا شايفين على الـ AliExpress $2 تقريبا. معانا ريموت تاني، الريموت ده مش Universal ولا حاجة، ده فيه ستاتيك كود. نقدر ان احنا ننسخ الريموت ده سواء بتاع اسانسير او بتاع عربية، مثلا السنتر لوك بتاعها قديم او بتاع باب بوابة عمارة او باب جراج او حاجة، نقدر ننسخ ده على ده بكل سهولة. دلوقتي احنا معانا الريموت اللي في الايد الشمال ده، ده ريموت يونيفرسال مفيش فيه اي اكواد زي ما حضراتكم شايفين. كل اللي احنا هنعمله احنا عايزين ننقل الاربع اكواد اللي في اليمين على الريموت اللي في الشمال ده. هنضغط على الـ A مثلا في اليمين وفي الشمال مع بعض، كده خلاص زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي حرف الـ A اتبرمج معانا في الريموت اللي هو اليونيفرسال. الـ B والـ C والـ D لسه مفيش فيهم أي أكواد. بنفس الطريقة هنعمل في الـ B والـ C والـ D، هنضغط على الاتنين مع بعض في نفس الوقت. خلاص السي دي زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي الريموت ده اتنقل هنا بالظبط. هذا ايه بي سي دي. طبعا ده كل ده لو الريموت الكود اللي فيه ستاتيك، مفيش رولينج كود ولا فيه اي شالنج ما بين الريسيفر وما بين الريموت. تمام، دلوقتي خلاص احنا مسخنا الريموت، نقدر ان احنا نعمل ريسيت ده او ان احنا نمسح كل الاكواد اللي عليه بالطريقة دي. هنضغط على حرف الـ A مع الـ B في نفس الوقت، بعد كده هنضغط على حرف الـ B 3 مرات، 1 2 3. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي الكود ده اتعمل له ريسيت، او الريموت ده اسف، الريموت ده اتعمل له ريسيت. هنجرب كده الـ A الـ B الـ C الـ D، دلوقتي رجع كأن لسه حضرتك شايف.